beast is working, Habibi. The beast is fucking working. Samania! Bianca, Bianca. Assalamu alaikum. Hey guys. Listen. So, welcome to the channel. Hi, Faisal. Hi, it's me. Faisal Viper. Yep. Zed. فاليوم جايين هنا ببيت رفيجنا خالد جناحي عنده جي تي 88 جي تي اس جي تي تيربو هذا هو وصار له كم 9 سنين كنا ما شغلها 6 سنين واقفه بس انه استعملها سنتين واول سنه كان بس فيه تصليح كستمايزد سو يس اليوم نطلع من المقبره و هوب انجوي ذا شو هاي خالد هاي خالد هاي راعي وهذه راعي الجي تي و حاليا back from the grave after all these years الحين انت بتشتغل عليها بعد my love I cannot leave it for so long يعني couldn't leave it longer it's finally time huh The mood. It's all about the mood. It's all about the mood. Here we are. The mechanic carrack again. No, the electronic. Electronic. If you guys remember him, he's the one who used to work on my electronics on my car. So yeah. So sorry I'm using my phone as a flashlight, but yeah. Halian, yani as you can see it's fully dusted and الأخبار. طلعنا من المقبرة فجري رويكم من داخل عشر سنوات six fucking years باتر سنجير ده ما له شيء موتور مين لا شو مو موتور استانس زين خليني اقول لكم الحين شنو صاير. سيارة ما استغلت لمدة 6 سنين او ازيد. فشنو يصير؟ عندكم يسمونها البيرنجات تحلى في الماكينة عند السيارة. عندكم الفيول بامب يجيم مع الوقت انه ما اشتغل ولا تحرك ولا شيء. فاحنا حاليا قاعد نشوف شنو الخربان؟ شنو الصاحي للحين؟ خربان شنو الصاحي للحين؟ فاول شيء اول شيء كبداية طق سلف اول طقة شو يصير؟ تسمع صوت الفيول بامب في سوري الفيول بامب حاليا زين مو شغال مجيم فحاليا شباب شغالين عليه قاعد يطقونه يمكن كهرباء مو واصلة يمكن عرفت شلون؟ There's a lot of possibilities وايد اشياء ممكن تكون خربانة مو بعارفين وين تكون فاحنا حاليا قاعد ندور شلون الخرب بالضبط سو يس ستي تيوند يعني حاول يشتغل يعني صار تش داخل زي ما فقع في ما تفجرنا يعني ما في اهم شيء ذي دورين قدك يا اخي ما اذا ضاع خلاص انتهت حياتي ما في منه؟ الظاهر متفتك كامل ها هاي تفتك؟ اي هذا مال ليفل انكسر في كوار يعني؟ فرد في ركاب هاي عشان ركاب اللون هو ما في كوار ذي منه؟ سويت في السياره خلوه ما سوى شيء هديتها بس هاي اللي هديتها خلاص اطلق عيد كلامك حقول هاي الفيول بامب بيشتغل شغلوا السيارة حلو كتفوا فيها شوي وبندوه ويابوها هني الله زين يعني اشتغل خمس دقايق وبندوه ايه
وحين مراد يشتغل. طبعا عقب 6 سنوات. عقب 6 سنوات. ابي احترق شيء شباب. لا تحرق ان شاء الله. احترق هاي بروحه اوكي. One minute 37 seconds later. تجربة قديمة الحين. شكبر ترى أصلي. ترى مال الجيتي. يوفا. هاي الأصلي. بس هاي الأصلي. هذه عمرها 32 سنة. ليه شغال؟ 9 سنوات ما اشتغل. أموره طيبة. ليه حين أوكي. شركة يا زعم. بلوكس. ريسينج أمريكي. عندك بلوكس الخلين يقول لي. لوكس مين؟ هذا 24 hours later. Day 2. بس والله سوبر فاست. ف وات هابن؟ قول ايش صار؟ والله وي ار لوكينج فور ا فيول بامب ذات سبيسيفيك فيول بامب ذات وي ديد نوت فايند. And now we're going for the same one that already is fucked. Well, it's fine. This time I'll take care of it. I'll start the car every once a week and all. So it's not gonna be like what happened. Like, I don't know. Yalla, ndishna. We're going in. Few moments later. بسم الله. ليش ولدنا؟ Five minutes later. إنزين. Problem number one. كان عندنا أن fuel pump كان خربان. إنزين. صلحنا problem number one. سوينا fuel pump جديد. بعدين طلع fuel pump اللي بنا غلط. ردينا رجعناه. سوينا fuel pump ثاني. الحين ركبناه. فيوم ركبناه لقينا سلف فيوز بروبلمز. Maybe. Let's make a project car. It's gonna be fun. Hey. اللي خارب اسالك سؤال. Once upon a time the battery was here. Once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. إذا ما سألك الحين كم قاعد يقول لي ليش كنت تحكي انجليزي كذي على اليوتيوب شانل لون تحكي عربي عشان نفهم هاللغه الانجليزي لغه عالميه ايه زين فزمان تحكي انجليزي مو بس عربي يطلعوني بالضبط بالضبط سو يس ايفري ون يس ويلكم تو ماي شانل يس وي ار ذس ون ذات ون يس وي ار ذا تشيكي ناجتس اوف ذيس جينيريشن يس Oh, they don't know what's up with the chicken nugget. Yeah, no. Your chicken nugget is different. Our chicken nuggets are the people who just talk English. It's enough. To be a chicken nugget, you just need to talk English. That's it. Generations. El chicken nuggets. Oh my God. They always start with basically. It's like basically, and they go like exactly, and it's absolutely, totally right. And then, you know what? Like basically again. It's like I have a cousin like that, and she's too much chicken nugget. I'm not a chicken nugget compared to her at all. But in my generation. They used to call us the sons of Marys as chicken nuggets. El Mary! El Mary, where you at? The next day. I'm not on the fuse. Fuse, mon, fuse. Mm-hmm. What control? I'm going to fuse my roof here. I guess. Okay. فيز مال هيل فيول ولا هات؟ تبع عنك في جوجل؟ جوجل جوجل. ها؟ نشيل مال مساعدة نشيل مال أي شيء؟ نشيل مال أي كلام نركب له؟ منه وفيه يعني؟ حدد حاضر.
Sister, mom, sorry. Technically, we have a fuse problem. What we did was we connected the fuel pump direct to the power and made it turn on. Oh, like, we need a switch for the fuel pump. حاليا, you need to make a switch for the fuel pump. حاليا لازم تسوي لك سويتش حق فيول بامب. اتصرف في الفيوز ماله وين بسوي فيوزات كم بخلي تسل بشتغل على الفيوز. اوب 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 سويتش 2000 years later. Beast is working. Beast is working حبيبي. Beast is fucking working. Samania! I got that. I got the fun part, man. Hoping you got the fun part. I saw Rajib.